مساء الخير عليكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الفقره الثانيه من برنامج الاهلي الليله النهارده بالتاكيد حديثنا متواصل عن مباراه الترجي والاهلي في اياب الدور النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد خلاص العد التنازلي لهذه المباراه اقل من 48 ساعه. جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي في مصر والوطن العربي الكل بينتظر هذه المباراه الحاسمه للفوز باغلى لقب افريقي بعد غياب لاكثر من 4 سنوات عن التتويج الافريقي وعن المشاركه في كاس العالم للانديه. وبالتالي للحديث اكثر عن هذه المباراه والخوض في التفاصيل الفنيه يشرفني في هذه الفقره ان يكون معي الكابتن احمد ابو مسلم نجم طبعا فريق النادي الاهلي الاسبق والمدير الفني لقطاع الناشئين وفريق وادي دجله مواليد 2006. كابتن ابو مسلم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا برحب بيك طبعا محمد ومبسوط ان انا اكون معاك هنا وبنسلم على كل جماهير النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا الاهلي والترجي التونسي وسبق ليك المشاركه في هذه المباريات تحديدا مباراه عام 2001 اللي اقيمت على استاد القاهره في ذهاب الدور نصف النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي، ثم حققتم يعني نتيجه جيده في تونس بالتعادل الايجابي ومن ثم تاهلتوا لمواجهه سان داونز والفوز ببطوله افريقيا عام 2001. شايف المباريات الاهلي والترجي التونسي وهذه المباراه بالمقارنه بمباراه عام 2018؟ لو جينا نتكلم طبعا جميع اللقاءات اللي بتبقى موجوده مع الفرقه التونسيه عامه او حتى شمال افريقيا المغرب او الجزائر بيكون فيها طبعا الحماس، بالذات انت كمان بتلعب فريق كبير زي نادي الترجي التونسي، عارف حافظ مفاتيح لعب النادي الاهلي واداء اللعيبه الموجوده، فاكيد ده بيعمل عليك ضغط اكتر من كده. انا شايف الحمد لله يعني بنطمن الناس الفرقه اللي كانت موجوده هنا في استاد القاهره مش يعني اللي كانت لعبت هنا في القاهره مش نفس قوة الترجي اللي احنا عارفينه من سنين، يعني احنا لما جينا نتكلم بغض النظر عن الاسباب اللي هم بيتكلموا في التحكيم او حاجات اللي كان بيتكلموا فيها، لا نادي الترجي التونسي لو جينا نتكلم فنيا في الملعب فرقة ضعيفة جدا ما طيب. عملوش أي حاجة. قبل ما نخوض في التفاصيل الفنية في تليفون مهم جدا من تونس دلوقتي، الأستاذ عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي في الأهرام طبعا مرافق لبعثة فريق النادي الأهلي في تونس. أستاذ حكيم أولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وتحيات الكابتن أحمد أبو مسلم ليك. طمني كده احوال البعثه والفريق والمباراه المرتقبه الكل بينتظرها والفريق يمكن خلاص منذ لحظات قليله كان بيتمرن على ملعب الفرع في استاد رادس، الاخبار عندك ايه والتدريب والاجواء المحيطه ببعثه فريق النادي الاهلي؟ الحمد لله احنا لسه خلصين التمرين، فريق خلص التمرين حاليا، احنا بنحط الطريق اللي عاوزها من الفندق. الاجواء اعتقد جيده لحد دلوقتي الحمد لله، ما عدا يمكن بعض الكلام حضرتك الاول، لكن الحمد لله يعني الفريق تجاوز الامر وخلصنا التمرين، كان حاضر التمرين في محطة الطبيب وباقي اعضاء مجلس الاداره حضروا نهائي الكره العربيه اللي جت في الدوله اللي فوق الاهلي في اللقب بتاعها منذ دقائق، كان حاضر الاستاذ الفلاح ومجلس الاداره والاستاذ منتجي البطوله العربيه لتنس الطاوله لتنس الطاوله توج الاهلي باللقب بعد ما فاز على الزمالك منذ دقائق قليله. يا رب يكون فعل خير يا رب باذن الله ان شاء الله بي. في التمرين يعني كانت الامور كويسه، جه وفي الملكات واطمن على الفريق وكان في اي حاجات معينه وحاضر جزء من التمارين يعني سمح الكابتن محمد يوسف والكابتن كرون والعميد محمد مكان المنافسه العام للبعثه حاضر يعني سمح بحضور عدد من التمارين النادي الاهلي اللي وصلت النهارده في سمح لهم بحضور جزء من المباراه، هم هدفوا اللاعبين وشجعوهم وانصرف بعد 20 دقيقه بالظبط في المباراه. طيب الحالة المعنوية والحالة الفنية والبدنية والأجواء المحيطة بالبعثة كل شيء بيدعو للتفاؤل، الظروف إن شاء الله مواتية لتقديم مباراة جيدة، العودة بالكأس إن شاء الله؟ والله مستر كاسترون النهارده كنا قاعدة معاه فالراجل يعني بيتكلم بتفاؤل جامد جدا، هو في قال إن في حتى الآن لم يحسن التشكيل مروان حتى لما تفتش التسجيل بتاع احمد ازارو بتاع وليد ازارو الحاله الفنيه المنافسه كانت قويه جدا وكل الامور جيده جدا ان شاء الله ربنا ياسر فلوس. طيب التدريب الحمد لله انتهى على خير، اللعيبه كلها الحمد لله سليمه، شايف الوجوه يعني الوشوش لعيبه الاهلي في حاله تفاؤل في حاله ثقه، يعني حط الناس كده في الصوره يا استاذ حكيم، يعني المشهد العام داخل البعثه باذن الله ان شاء الله يكون خير. في حاله تركيز جامده جدا بين اللعيبه وفي تفاؤل الدنيا يعني برغم الغيابات ونقص الصفوف وغياب وليد ازارو في اللحظات الاخيره وفشل احمد تركي، لكن في تفاؤل كبير جدا في حاله تركيز جامده جدا بين الفريق
ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر واللي عايز يرفع على قدر المسؤوليه زي عزيز دايما وان شاء الله باذن الله يحققوا نتيجه كويسه جدا. مستر كافرون كان بيتكلم على ان هو مقدم على ثلاث اجزاء او ثلاث مراحل. في الاول هو منتصف حماس تقدير كبير المتوقع من كريستيانو رصيد ثم الانتقال لمرحله حاول تروج كل خطوه المباراه. راجل قال انا مش هدافع زي ما الناس متخيله ان انا ادخل في دافع النادي الاهلي ما بيلعبش في الدافع طول عمره. هنحاول نخطف هدف تعطي المعموري على المنافس. اعتقد الاجواء ان شاء الله باذن الله مبشره بالخير ويعني وجود مجلس اداره بالكامل دعم للتكليف موجود مع نفس الفندق ده حافز كبير جدا للعيبه ان شاء الله في الخير. انا بس عايز اقول لحضرتك ان بكره الاجتماع الثاني ان شاء الله باذن الله الساعه 12 هيحضروا على محمد مدان والكابتن محمد مدان. حدث مكان لجماهير النادي الاهلي وكان اكثر المسؤولين كان لها شكوك في تامين كامل لوجود الجماهير في الرصاص وتم تحديد يوم مكان بالتنسيق مع السفير المصري. الامور جيده ان شاء الله باذن الله بكره يكون في مؤتمر صحفي للمستشفى في دور الساعه 5:30 التوقيت. ودعوات الجماهير لينا باذن الله بشكل لوي الفريق ربنا ييسر ويوم الجمعه في لا ان شاء الله خير باذن الله الكل متفائل وان شاء الله الفريق يؤدي مباراه جيده مباراه كره قدم ويعود بالبطوله الغاليه البطوله الافريقيه. استاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي بالاهرام بشكرك شكرا جزيلا كنت معنا على الهاتف من تونس للاطمئنان على احوال بعثه فريق النادي الاهلي بعد انتهاء التدريب الثاني للفريق على الملعب الفرعي في استاد رادس وخلاص العد التنازلي وغدا التدريب ان شاء الله على الملعب الرئيسي والمؤتمر الصحفي والحديث بقى عن هذه المباراه اللي هتنطلق ان شاء الله يوم الجمعه القادم. كابتن ابو مسلم يعني تعليقك على هذه التفاصيل اللي ذكرناها الاستاذ عبد الحكيم ابو علم من الاهرام ومرافق مع بعثه فريق النادي الاهلي. الحاله جيده كارتيرون لسه هو اكيد ممكن يكون استقر على التشكيل لكن ممكن بالتاكيد مش هيتحدث مع وسائل الاعلام يقول التشكيل هيبقى شكله كذا. شايف الاجواء هناك كده بالاخبار اللي تناقلتها هناك من خلال هذا الاتصال التليفوني؟ لا هي الاجواء مطمنه طبعا مطمنه لغايه في الفتره ديت واكيد اي مدير فني محمد بيكون عامل تعتيم على الفرقه بتاعته او الشكل اللي هيلعب بيه حتى في التمرين هيعمل كده. يعني هو بالذات انت تلعب نهائي خلاص فالفرقه عارفه يعني حتى لو هو قفل عارف صلاح محسن مشكلتي في صلاح محسن او مروان هو اللي يبدا فهم عارفين مين بالظبط فحافظين الفرقه بالظبط. هم عندهم عناصر غايبه مؤثره جدا يعني لو جينا نتكلم على فرانك كوم دوت الراجل اللي في نص الملعب الاسمر دوت راجل لعيب تقيل جدا حتى المدير الفني تصريحاته ومعين الشعباني بعد ما طلع بعد الماتش في ظل الاحداث اللي كانت موجوده دي كلها بيتكلم اللي هو هيفقد عنصر كبير جدا اللي هو فرانك كوم. وعندك شمس الدين الزوادي نفس الكلام لعيب مميز جدا. دول اللعيبه اللي مؤثره بالسلب كبير جدا عليه في فرقته دي كفنيات. لما جينا نتكلم الشكل العام للترجي لا من شايفين الفرقه مش اللي تخوف ان شاء الله دي مش الفرقه اللي تخوف. احنا عندنا مثلا احمد فتحي هو اللي عنده الاصابه او بالشبه ليه تواجد لا شارك. بتحصل كتير جدا النادي الاهلي بقاله فتره من زمان جدا عنده خمس ست عناصر ما بيشاركوش في افريقيا بيحصل اصابات كل ماتش بيحصل كده. فالنادي الاهلي قادر ان شاء الله باللعيبه الموجوده اللي هو يعمل اداء مميز اللي متعودين عليه وان شاء الله نرجع بالبطوله. انا شايف ان شاء الله يعني في الاحداث الموجوده دي في سلبيات كتير جدا يا محمد ما كناش عايزين نتكلم فيها أكيد. اللي هي الضغط الاعلامي اللي موجود يا جماعه ده النادي الاهلي بيلعب باسم مصر فلازم المسانده كلها زي ما شفنا احنا مثلا في تونس المسانده الجماهيريه من الاتحاد التونسي اللي هو بيساند النادي الترجي التونسي عايزين برضك نفس الكلام نادي الاتحاد امبارح الاتحاد المصري ابتدى يساند النادي الاهلي بيتكلم النادي الاهلي بنتكلم في فنيات حاجات دي كلها بره الملعب بغض النظر عن اللعيبه لازم نكون دلوقتي سبورت كلنا النادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب باسم مصر لازم الناس كلها لو جينا نتكلم كفنيات مع احترام لاي حد الماتش اللي فات بتاع الترجي ما عملش حاجه لو جينا نتكلم ككوره احنا بنتكلم كوره سيبك من الاحداث بقى مثلا الحكم الفار والاحداث اللي حصلت دي لكن كناحيه فنيه داخل الملعب الناحيه الفنيه جوه الملعب النادي الاهلي اخطر النادي الاهلي هو الاحسن الناس كلها شايفه الناس كلها ثابت الكلام دوت في النادي الاهلي اخطر واحسن واقوى وبيتكلموا في عنصر بره التشتيت خالص بره المجال خالص يعني ايه حاجه مع النادي الاهلي خسر من الترجي برضك بالرامو بالهدف اللي جابه بايده ما حدش يتكلم ليه دكتوره 2011 ما حدش يتكلم ليه احنا دلوقتي لازم نتكلم دلوقتي اللي احنا نساند دلوقتي الراجل بيلعب باسم مصر كلها فلازم الناس كلها تبقى متكاتفه اللي احنا نعمل حاجه والنادي الاهلي قادر باللعيبه الموجوده بالجهاز الفني بالجماهير وان شاء الله اللي يجي ان شاء الله يوم الجمعه يبقى مبسوطين الناس كلها تبقى مبسوطه ان شاء الله ورجعوا طيب. بالسلامه ان شاء الله. سبق ليك فزت مع الاهلي بطوله افريقيا عام 2001 وعام 2005 والسوبر الافريقي من كايزر تشيفز في بدايه عام 2006. ايه الاختلاف او ايه الحاله اللي بتبقى فيها لعيبه الاهلي في الاجواء المباريات النهائيات بالذات كمان انك لعبت قدام الترجي في 2001؟
هو انا زي ما انت بتقول كده لعبنا التجربه دي لعبتها 3 4 مرات نفس الكلام مع النادي الاهلي قدام الترجي بالذات كمان هنا في استاد القاهره وتعادلنا كان 0-0 ورحنا هناك كان جون صعب جدا كنا لازم وكسبنا وتعادلنا 1-1 ومع الجون بتاع سيد ابو حفيظ. فانا بتكلم اللقاءات دي بتبقى كبيره النادي الاهلي لعيبه متعوده على اللقاءات ديت وعلى الحماس اللي موجود بالذات اللي انت شايفين احنا بقى لنا يومين ثلاثه شايفين الضغط الاعلامي عامل ازاي والضغط الجماهيري لما اول ما الناس نزلت المطار فالمطوشه دي لازم تبقى عايز هدوء. النادي الاهلي كبير اللعيبه مجلس اللعيبه اللي موجوده كبيره ليها تجربات كبيره جدا بغض النظر عن العناصر السنيه اللي هي موجوده مثلا لو جينا نتكلم مثلا كان في وقتنا كان معانا حسام عاشور مثلا كان 20 سنه او 21 سنه بس حسام عاشور في الفتره التجريبيه الخبرات بتاعته واخد مثلا بتاع 15 بطوله او 17 بطوله واخد مثلا افريقيا بتاع مثلا عاشور عنده 5 دوري ابطال افريقيا ما انا بتكلم يعني مثلا كان معانا احنا كان واخد 2 اللي احنا كنا واخدينهم وكان لسه 20 سنه فدي كلها خبرات. فانا شايف اللعيبه الكبيره الموجوده اول حاجه في اللقاءات دي ديت لازم بتهدى خالص بالذات انت كمان عندك اللي انت كسبان هنا نتيجه يعني مطمنه نوعا ما ما اقدرش افتح الملعب كارترون قادر على كده كان مدرسه فرنسويه انا اتعاملت فيها وكنت محترف هناك راجل هيامن بشكل كويس مش هيفتح مش مفاتيح اللعب بتاعته هيقدر يقابل من نص ملعبه بالذات اول ربع ساعه محمد لو قدرت اول ربع ساعه في اللقاءات دي بتعديها بسلام. اللقاء عامه هم بتعمل ضغط عليهم جامد جدا من الجماهير بتاعتهم واللود والناس والوسائل الاعلام اللي كلها عنده هيبقى عنده صربعه مش هيقدر يلعب بمستوى ثابت فانت هتستريح. فانا شايف ان شاء الله اول لقاءات دي اول ربع ساعه بتبقى المفاتيح اللعبه كلها بتبقى بدل ما انت واقف كويس عندك ارتكاز صح وعندك تقدر تعمل كام باك بسرعه وتقدر تطلع من ارتداد من الدفاع للهجوم بشكل مميز الدنيا هتبقى مختلفه ان شاء الله. طيب ليله المباراه ممكن اللاعب بيفكر في ايه؟ هل ممكن تسهر اللعيبه ممكن تتجمع وتقعد تتكلم في الماتش ولا كل واحد قاعد في غرفته او في اوضته مركز قافل على نفسه؟ المشهد بيبقى ازاي ليله المباراه؟ لا هو احنا شلت المباراه يعني هو مثلا النهارده ان شاء الله النهارده الاربعاء وعندنا خميس وجمعه مثلاً. فالنهارده مثلا كنا مثلا بنقعد كابتن الفرقه بيلم مثلا ما كنا احنا موجودين والنادي الاهلي لسه موجود نفس السيستم اكيد هيبقى ماشي دي الاجيال بتسلم اجيال زي ما بيتكلم مثلا كان الكابتن هادي او كابتن وليد دلوقتي حسام عاشور هو كابتن الفرقه كان موجود حسام غالي كان نفس الكلام فالناس بتقعد تجمع الفرقه في اوضه واحده في وقت معين نبدا بعد العشاء مثلا بنبدا نتكلم على احداث الماتش بغض النظر عن الاحداث اللي هي الاسباب بتاعه المدرب او التعليمات اللي المدرب بيقولها دي اللعيبه مع بعضيها بيتكلم ما بقاش في جهاز فني خالص تتكلم ان شاء الله يا جماعه الماتش بيبقى صعب جدا عايزين اول حاجه كلنا ايد واحده كلنا روح واحده لازم نفرح الناس احنا اول ما حاجه بنتكلم في الموضوع ده بنفرح الجماهير بتاعتنا فلازم بنبقى حاطين ايدينا على قلبنا اهم حاجه الناس تطلع مبسوطه انت عندك مصر كلها يعني مش عايزين نتكلم كلها يعني 90% الناس كلها اهلاويه في النادي الاهلي يعني مصر وبره والدول الافريقيه كله بيشجع النادي الاهلي فعايزين نرجع مبسوطين يعني كان حتى الله يرحمه كابتن صلاح سليم كان جانا في المره الوحيده اللي انا شفته فيها اللي هو جانا في فندق في مصر الجديده كنا بنعمل نهائي افريقيا قال لك عايز مصر كلها عايزه تفرح فانتوا ركزوا ان انتوا تفرحوا الناس بس قبل ماتش سان داونز اللي كسبناه 3-0 جه معانا على الغدا جه يتكلم معانا النهارده 3 كلمات بالظبط احنا النهارده عايزين مصر كلها تفرح مش عايزين حد يتكلم على الحكم بس هو ده الكلمتين دول بس خلاص فانت بتتكلم اللي هم الناس عارفه الشحن اللي فات الفتره اللي فاتت كان في شحن قوي جدا في ضغوط على اللعيبه بس ده بالعكس الحمد لله احنا عندنا نتيجه هنا مطمنانه فالضغوط دي هتبقى على الفريق الثاني هتلاقي مثلا من اول ما نزلت هم عندهم ضغط ومهزوزين لو ان شاء الله قدرنا نجيب هدف في اول لقاء الامور هتصعب وهتلاقي الجيم مفتوح ممكن تكسب بنتيجه كبيره جدا محدش يتخيلها بس اول ربع ساعه ان شاء الله هتقدر تحدد الحاجات دي كلها هيبقى واضح ليك وانت كنت لعيب وعشت المراحل ديت ان المنافس دايما بيحاول يصدر لك ازمات او قلق او توتر في موضوع حكم في موضوع انذارات في موضوع عوده جماهير انت كلاعب داخل النادي الاهلي المشهد ده المينتاليتي لاعب النادي الاهلي بيفصل نفسه تماما عن كل هذه الموضوعات القرارات الاداريه اللي ما بيكتب على السوشيال ميديا او الصحف مركز في ال 90 دقيقه طبيعي يا محمد انا عايز اقول لك على حاجه هو المنافس ليه بيصدر لك الازمات دي كلها عشان هو ضعيف لو هو واثق من نفسه وهو قوي مش هيقدر يسبب لك الازمات دي كلها هو ده كله عايز يوصل للناس في الاخر اللي انت ما كسبتش بمجهودك او بادائك انت كسبت بوسائل المساعده فبيحاول يصدر لك للناس كلها اللي هو عشان ما حدش يعمل ضغط على الجهاز الفني بتاع الترجي لو موجود او مجلس اداره النادي بتاع الترجي اللي موجود هناك فده كله بيصدر الاعلام لنا مظلوم طب انت بقى كلاعب انا كلاعب احنا كنادي الاهلي كما كنا موجود ملاش دعوه خالص بالناحيه الاداريه خالص احنا حتى كان موجود كان في مدير كره موجود او في حد كابتن محمد يوسف موجود او اي حد موجود السياسه واحده التروس شغاله في منظومه واحده كل واحد بيعمل شغله اللعيبه كلها احنا كنا بنفصل خالص مالناش دعوه خالص بالاحداث دي خالص والسوشيال ميديا مالناش دعوه خالص احنا عندنا ماتش
وعندنا لقاء بنتكلم احنا جوه الملعب ما بنتكلمش في الحاجات اللي بره دي خالص. تركيزك في ال 90 دقيقه. 90 دقيقه بس والناس كلها موجوده 90 دقيقه والناس كلها عارفه كل واحد عنده دافع. في ناس صغيره لسه ما خدتش بطوله افريقيا قبل كده وبطوله كانت غايبه كتير، فكل الناس الموجوده عندها خبرات اللي احنا نقدر بكره لازم نشتغل بشكل كويس، كلنا لازم بكره على قلب رجل واحد، لو حد اترقص لازم يكون الثاني داخل وراه، فالحاجات دي كلها اللعيبه دي كلها بتنقل، الخبرات دي كلها بتنقلها للعيبه الموجوده اللي عندها خبرات، لحد صغير مثلا جينا نتكلم محمد هاني اول لقاء مثلا ما لعبش قبل كده افريقيا في نهائيات، فلما ياخد زي كده ما تلاقي حسام عاشور بيكلمه ما تطلعش كتير في اول 10 دقائق، لازم تهدى شويه وبعد كده نطلع مع الوقت مع الماتش اعمل اللي انت عايزه، فدي كلها الناس اللي عندها خبرات بتقدر تلم اللعيبه في وقت زي ده. طيب لو بعد الكلام على مباراه الاياب اللي ان شاء الله يوم الجمعه وتعمل معيار او مقياس بما ظهرت بيه نتيجه مباراه الذهاب او الاداء الفني للفريقين، مباراه الذهاب شفتها ازاي والمقياس اللي هتقول بيه ماتش العوده ممكن يتلعب ازاي؟ انا جبت مباراه الذهاب لو جينا نتكلم فيها في كفنيات الترجي ما عملش حاجه، ما عندوش عنصر مؤثر يعني ما عندوش لعيب اللي هو الفز قوي اللي هو نتكلم عليه اللي هم عنصرين اللي هم غابوا عنه اللي هو موجود مثلا لو جينا نتكلم على كوم هو الراجل موجود وكوم ده كان بيلعب ايه فرانك كوم ده كان بيلعب ايه الراجل كان بيلعب في نص ملعب مدافع فالراجل كان بيأمنه في الحته ديت احنا من اول لقاء من اول الدقيقه 5 لقينا المدير الفني بيعترض على فاول من ناحيه اليمين يعني اللي اول كره بيعترض عليها فاول فده يبين لك اللي هو الضعف والخوف والحته النفسيه اللي احنا لازم نتكلم عليها اللي هو نفسيا خايف اللي هو من النادي الاهلي عارف النادي الاهلي هيكسبه عارف النادي الاهلي نادي القرن فهو بيحاول يشتتك بيطلعك باي وسيله من وسائل جوه الجيم فاحنا عايزين بس ندي نصيحه للعيبه جوه النادي الاهلي لازم يهدوا خالص لازم يكون عندهم هدوء في الماتش دوت لازم هيبقى فيه توترات وهيفضل هيبقى فيه شد وهيبقى فيه حاجات خارجيه عشان هم عايزين واحد يطرد او هيعملوا ضغط من دلوقتي وسائل الاعلام هناك على الحكم المباراه اللي احنا ظلمنا ولازم ياخد الحكم مش عارفين مين هيبقى موجود في وسائل الاعلام هم عندهم ميزه محمد اللي هم وصلوا لكل وسائل الاعلام في وقت قياسي ليه بقى؟ عشان عندهم عنصر اللغه الفرنساوي فبيقدروا يتكلموا بره في وسائل الاعلام بينقلوا الصوره بسرعه فمثلا بيدي اي ملخص بيديه لكل المحطات الرياضيه فقدر يعمل ضغط كويس على الاتحاد الافريقي وعلى الناس الموجوده فاحنا عايزين نوصل الموضوع ان شاء الله نركز في الملعب نسيب الحاجات اللي هي مثلا فيها مضايقات كشمال افريقيا عندهم الهدوء وبلغه الكوره كده اللي هو ممكن ينرفزك ويزقك ويقدر يضرب فيك من غير كوره عايزين نخلي الحاجات دي يكون عندنا طله بال شويه بس اقول لك على حاجه بالعكس انت فضل رايح مش متوتر مش قلقان مش بتكلم علينا ما انا فاهم انا بتكلم عليهم هم عليهم هم بس الفكره ان النادي الاهلي رايح في جعبته ثلاثه اهداف دخل مرمانا هدف بس هو الفريق الثاني عايز يجيب هدفين مستعجل انت عندك خبرات داخل الفرقه عندك محمد الشناوي لاعب كاس عالم عندك وليد سليمان عندك حسام عاشور ازاي تقدر تستفيد بعنصر الخبره داخل الفريق وعندك عنصر خبره ما اقدرش انساه الجهاز الفني مدير فني باتريس كارتيرون خد البطوله الافريقيه مع مازيمبي كابتن محمد يوسف خد بطولتين إيه؟ كان مره مع كابتن حسام البدري عام 2012 وبعد كده كان مدير فني عام 2013 في بطوله كانت الاصعب فعنصر الخبره بالنسبه لك ممكن يرجح الكفه للاهلي على الترجي ده اكيد ده 1000% ما احنا بنتكلم في خبرات ليه الخبرات دي هي البطولات دي كلها اللي بتعمل لها خبرات اللي بتخلي مثلا كابتن فرقه زي حسام عاشور سنه صغير مثلا حسام عاشور دخل 28 سنه او 29 سنه وحسام عاشور واخد لو جينا نتكلم رقم قياسي من البطولات فعنصر يعني الخبرات دي كلها دي اللي بتنقلها جوه الملعب ودي الميزه الموجوده في النادي الاهلي لما يكون انت اي حد جاي جديد يقول لك انا مش غريب بتخش بتنقله الخبرات دي كلها اي حد لما يكون جاي من اي نادي يخش جوه النادي الاهلي بيبقى عنده روح الفانيلا بيقدر يموت نفسه بيقدر يبقى عنده الدافع فالخبرات دي هي اللي بتفرق الترجي انا شايف الترجي اصلا هو قبل ما يجي هو نفسيا هو مهزوم نفسيا هو النادي الاهلي النفسي اللي هو في العلم الرياضي النفسي هو نازل خسران يعني هو نازل خسران فبيحاول يصدر لك مشاكل فانا بتكلم هو هيبقى عليه الضغط اكتر لما انت بتتكلم كده احنا رايحين الحمد لله الدنيا كويسه مبسوطين الاداء يطمن لحد نوعا ما باللعيبه الموجوده الفرقه مكتمله ما عندناش مشاكل بس هو بس مش مكتمله قوي يعني هو بس لما جينا نتكلم فتحي عنصر كبير ولعيب خبره بس يعني انا شايف محمد هاني ماشي مستواه كويس هو مش مقارنه بالاساسي والاحتياطي هو الاهلي فعلا بمال حضر ويمكن اركز على نقطه يمكن في بطوله 2001 ويمكن نعدي مثل عليها انتوا عملتوا انجاز كبير جدا لان انتوا اول جيل قدر يكسر عقده الترجي في تونس وكنا اعمار سننا كنت لسه اعمار سنيه صغيره كنت جاي من بطوله الارجنتين في كاس العالم مركز ثالث كنا 18 سنه صح طبعا كنا 18 سنه وكانت النادي الاهلي كان بقاله كتير البطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي بقالها كتير جدا كان اكبر ناس فينا كان سيد ابو حفيظ محمد فاروق خالد بيبو علي ماهر
كابتن وليد، هادي خشبه، الناس دي هي اللي كانت موجوده. كان معانا اربعه ولا خمسه بس من الفرقه دي كلها. والفرقه كان لسه وائل جمعه منضم حديثا للاهلي، كان لسه وائل وكنت انا لسه راجعين، وكان بيلعب مثلا الناحيه الثانيه ابو المجد مصطفى، شيتوس كان موجود في نص الملعب، حسام غالي، انا كنت موجود. فكان في يعني ست سبع مقاومه الاساسي اللي موجود في الفرقه كلهم صغيرين، واول مره كنا نلعب عندنا عمرنا 12 سنه قدام 60000 و70000 في استاد القاهره. استاد انا استاد القاهره كان مقفول، فكانت الموضوع بالنسبه لنا صعب. حتى كان ساعتها معانا مستر مانويل، انا فاكر له حاجه مميزه جدا، اللي هو قال لك قبل الماتش انزل الملعب، شوف يعني انزل الملعب، انزل شوف الاجواء ازاي. عشان هو خلانا ننزل كده ليه بقى يا محمد؟ عشان الصدمه الاولانيه تاخدها، ما دي خبرات المدرب اللي هو بينقلها للاعيبه الموجوده. اول حاجه لما تنزل وانت لسه ما سخنتش هتاخد الصدمه دي كلها، هتبقى الموضوع عادي، هتاخد مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعه الاولانيه دي شايف الشكل عامل ازاي. غير لما تنزل وانت بدايه اللقاء بتشوف مثلا، تبقى مثلا بلعب على خط او جنب من الجناب، بتلاقي مثلا الكم ده كله وكره تطلع بره الاوت، حد يقول لك فالموضوع بياخد وقت معاك شويه، ممكن يعمل لك في الوقت ده واحنا صغيرين ممكن يعمل لك عدم ثقه، اللي يعمل يسبب لك ثقه. فالراجل كان عنده الخبرات اللي هو يقدر ينهيها لك بسرعه. يعني احنا حتى دي البطوله الغاليه اللي احنا كنا بقالنا كتير جدا ما خدناهاش، دي الثانيه. يعني اللي قبليها كان بقالها كتير جدا ما جاتش، بقالها بتاع 5 6 سنين كان النادي الاهلي ما كانش مشترك في البطولات دي، فكانت عندنا مشكله. 2001 فعلا كان اخر بطوله سنه 87. ما بقول لك كانت حتى كلنا، كان الراجل كان مبسوط جدا انه كنا احنا في دوري الابطال تحديدا، لان في الكاس الكوس خدها سنه 93. ما انا بقول لحضرتك كان بقالنا كتير جدا مسافه كبيره جدا، وكانت دي البطوله كانت الاغلى لينا، ودي كانت اول حاجه الانطلاقه بتاعتنا. بعديها خدنا السوبر كازر تشيفز كسبناه هنا. بعد كده من الخبرات بقى اتنقلت بقى من الوقت ده، اللي احنا مثلا جايين عندنا 18 سنه، لما تاخد مثلا 3 بطولات في وقت قياسي شهرين 3 شهور، لا الموضوع مختلف. الموضوع مختلف بكتير يعني. طيب انا كنت اتكلم على الغيابات او العناصر اللي مش موجوده، يمكن الثلاثي الاجنبي اللي في الاهلي اللي لهم تاثير كبير جدا، علي معلول، وليد ازارو، جونيور اجاييه، ونضيف عليهم كمان احمد فتحي. مكان لو انت مكان كارتيرون تتعامل ازاي مع الموقف ده في مباراه العوده؟ وانت عندك بنك على الدكه جيد جدا، يعني بنك الاحتياطي فيه لعيبه مميزه ويقدروا يأدوا، وشفنا محمد هاني لما نزل بعد اول 20 دقيقه في الشوط الاولاني ظهر بشكل جيد مكان احمد فتحي. ما احنا ما عندناش خوف خالص، النادي الاهلي عنده فرقتين لعيبه خبرات موجوده. لو مثلا شلنا عندنا لعيبه الثلاثي اللي هو المحترف طبعا نجونا ازارو لعيب مميز جدا، محطه كبيره جدا، اعتماد كبير من النادي الاهلي عليه كراجل هداف دوري، خد من الخبرات الفتره اللي فاتت، قدر يخش في المنظومه بسرعه جدا بعد الانتقادات اللي كانت قبل كده. الراجل بقى تبقى نمره واحد هداف الدوري السنه اللي فاتت، حتى الخصم بتاعك خايف منه، والدليل على كده اللي هو فضل الفتره اللي فاتت عايز يعمل اي حاجه عشان واقف خطوره ازارو. انا عايز اقول لك على حاجه، ازارو من اقوى راسات حربه الفتره اللي فاتت في بطوله افريقيا. لو جينا نتكلم تحركاته وسرعاته والارتداد بتاعه والسبرنتات اللي بيفتح من الملعب عشان حد يطلع يلعب في خط الهجوم، ازارو عامل الشكل دوت. يعني الماتش اللي فات بغض النظر عن ضربات الجزاء هو كان تعب خط الترجي، يعني خط الترجي عنده خط الدفاع عنده مشكله البطء كبيره جدا، يعني البطء عندهم الارتداد ضعيف جدا. ازارو كان محطه بيجري سبريتات كتير، والدليل على كده عندك وليد سليمان كان راح عشان وليد سليمان عنده الستارت والسبرنت بتاعه سريع جدا، فكان بيعمل لهم مشاكل. فاحنا بنتكلم هو الراجل عايز كان عنده مشاكل كتير في خط الدفاع. عندنا غيابات كتير مفيش مشكله، بس انا شايف زي ما انت قلت محمد هاني لعيب مميز، رجله في الملعب، لعيب صغير، ده خبره، وده ان شاء الله ده المستقبل النادي الاهلي. محمد هاني لعيب مميز. لو جينا نتكلم علي معلول برضك، ايمن اشرف الحمد لله ماشي بمستوى كويس، لو جينا مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي ابتدى يثبت اقدامه، ابتدى يركز بشكل كويس مميز. نتكلم على اجايب من زمان وهو غايب، فشايف ان شاء الله الحمد لله يعني. وخلي بالك محمد اللي بنتكلم فيها الظروف ديت كلها كانت في النادي الاهلي كتير الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي كان عنده راجل كان بيعمل روتيشن، فكنت بتلاقي مثلا 5 6 لعيبه مش موجودين، 3 4 لعيبه مش موجودين، ولعيبه مؤثره. ما النادي الاهلي زي ما احنا بنقول الاهلي بمن حضر، ان اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي هيأدي بالنادي الاهلي، هيأدي وعارف قيمه الفانيلا وعارف الجماهير مستنيه ايه وعارف عايز يفرح الناس ازاي. فان شاء الله ما عندناش خوف يعني. عارف اللي بيديني تفاؤل في البطوله ديت تحديدا، مرينا بنفس الظروف. يعني اتذكر مباراه النجم الساحلي، مباراه النهائي عام 2007، لما يعني التحكيم الافريقي ليه دور نبعد محمد بركات عن مباراه العوده. الاهلي وجد البديل حتى رغم ان هو خسر بفعل فاعل في مباراه النجم الساحلي مع العرجون، لكن قدر ان الاهلي يلعب مباراه عاليه على النجم الساحلي. 2012 اهم 2 لاعبين في البطولات الافريقيه تريكا وبركات كانوا على الدكه، والاهلي استطاع من خلال عبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو والسيد حمدي ان يعمل مباراه كبيره جدا. فممكن غياب ازارو ايضا، عندك صلاح محسن، مروان محسن،
يعني الاهلي بما حضر المقوله ثابته في بطولات كتيره وعندنا امثله كبيره لعيبه على مدار البطوله الافريقيه له دور كبير جدا غيابه عن الفاينل لكن مع ذلك وجدت البديل وظهرت بشكل كويس. هو ده النادي الاهلي يا محمد، النادي الاهلي عندك اللعيب اي حد بيجي له فرصه لازم بيمسكها. النادي الاهلي غير اي نادي في بره في افريقيا او في اي حاجه، النادي الاهلي كيان كبير، النادي الاهلي بيقدر عنده البديل، عارف لما ياخد الفرصه مش اي تقدر تاخدها تاني، ده فرصه بتجي لك. والنادي الاهلي اللي بيجي لك ماتش زي ده كده ممكن ما كنتش بتلعب طول الموسم وتلعب الماتش دوت تبقى انت نجم الفتره دي كلها. فانا بكلمك النادي الاهلي اللعيبه كلها عندها حماس، عندنا روح الفانيلا، اي حد لو خلاص. وعايز اقول لك على حاجه بقى، نقطه مهمه جدا يا محمد، النادي الاهلي لما بيقرب من بطولات افريقيا كل الخصم اي خصم قدامه بيضعف بيبقى عارف خلاص النادي الاهلي خلاص ان شاء الله واخد البطوله. فاي حتى اي فرقه يعني، كمان احنا كنا خايفين من التجربه ديت لما لعبنا الترجي هنا، حتى انا كان ليا تصريح من ضمن التصريحات اللي انا قلت لازم نخلص الماتش من هنا لسه من اسبوع حتى على موقع رياضي، لازم نخلص الماتش من القاهره عشان عارف الاحداث اللي بتحصل في تونس. تونس بتحصل احداث، هم اشقانا وكل حاجه بس في الرياضه هم مشدودين جدا بيقدروا يشحنوا. بص هي الحاله يعني عشان ما اعممهاش، هي الحاله مختلفه المره دي شويه نتيجه ان هم تعرضوا لظلم تحكيمي، لكن عارف يعني في 2012 انت لعبت مباراه كبيره وكسبت وصفق يعني. طب ما احنا خلي بالك كنا بنتعرض برضه رئيس الجمهوريه التونسي يعني استقبلك ثاني يوم وكان في تهنئه من رئيس الجمهوريه التونسي والناس كانت مبسوطه. ممكن الوضع شويه مختلف المره دي، هم عندهم احتفال بالمئويه، الاعلام هناك كان ليه دور يعني ما كانش على المستوى المطلوب. الاعلام مش هنا محمد بس، الاعلام مش هنا مش هنا. العلاقات بين الناديين تحديدا يا كابتن مسلم بامانه، العلاقات بين الناديين متميزه جدا ولسه راهن عليها ان هي مباراه كره قدم ان شاء الله يوم الجمعه الجاي. طبيعي احنا بنتكلم علاقات كالترجي والنادي الاهلي، لا علاقات كبيره جدا. النادي الاهلي علاقته مع جميع الانديه في افريقيا، في شمال افريقيا او في افريقيا عامه مميزه، ما فيش اي حاجه. بس احنا بنتكلم الحكم، احنا عنصر مع عنصر اللعبه، احنا مش مسؤولين. هو الحكم شايف وانا شايفين ضربات الجزاء ما فيهاش كلام، بس انا بتكلم اللي احنا السبورت اللي هنا الموجود في مصر اللي هو بيصدر المشاكل النادي الاهلي وعمال ينقل الصوره بره. لا يا جماعه ما ينفعش كلها ده، احنا بعد ما خلصنا ماتش ثاني يوم ما حدش يتكلم ليه ما انرموا دخل حط الكره بايده في نهائي افريقيا وخسرنا بطوله، ما حدش يتكلم ليه، ما حدش عمل سبورت ليه واتكلم ليه. طب ما لاحظتش ان دي ميزه جوه صفوف فريق الاهلي، ما حدش يتكلم على الامور دي كلها وقفل على الفرقه، منع التصريحات الاعلاميه، الفرقه مركزه في الماتش. دافع ايجابي ان انت رغم ان ممكن حد يطلع لك امور إيه سلبيه او حاجه داخل الماتش، ما حدش يتكلم مثلا عن قدره الاهلي ان هو قدر يجيب 3 اهداف، عنده قدره داخل الملعب في الاستحواذ في التمرير الطولي، دخلوا في امور تانية ممكن ده كان ياثر على فرقتك، لكن مع ذلك الجهاز الفني في النادي الاهلي اتعامل مع الامر ده بشيء مختلف تماما، ما راحش مع السكه ديت وقفل على الفرقه. محمد يوسف والجهاز المعاون الكل راح في سكه ان هو عندنا 90 دقيقه، ممكن الامور دي حتى لو احنا بنناقشها في الاعلام، لكن الميزه الايجابيه في داخل الاهلي ان قافل على المسائل دي بركز في الماتش بس. طبيعي ده النادي الاهلي يا محمد، النادي الاهلي انت بتخلص شغلك خليك في شغلك، والامور اللي بره دي خارجيه دي كلها سيبها. عندك اداره نادي قويه جدا تقدر تجيب حق النادي، عندك جماهير النادي الاهلي موجوده هي حماه في اي وقت، الحاجات دي كلها انت بتسيبها، انت بتعمل شغلك جوه الملعب والحاجات الخارجيه دي كلها في ناس موجوده، في سبورت كبير جدا موجوده من كشعب المصري او الوسائل الاعلام الموجوده في النادي الاهلي اللي هي موجوده مع النادي الاهلي. فانت النادي الاهلي مش محتاج مساعده من حد يا محمد، النادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن، جينا نتكلم على البطولات، النادي الاهلي نادي كبير، فما ينفعش حتى حد يحاول يشتت تركيز جماهيره اللي بره، اللي هو مثلا ان شاء الله عارف ان شاء الله ان شاء الله التاسعه البطوله ان شاء الله بنقول ان شاء الله يوم الجمعه تبقى التاسعه، فما حاولش حد يشتت في التاريخ او حاول حد يجيب عنصر تاني يخرج اللي انتوا خدتوا مثلا خدتوا البطوله بشكل مش سليم. لا ما الفتره اللي قبل كده كنا بنظلم الاهلي، كان بيظلم ظلم باين ما كانش حد بيتكلم، فاحنا بنتكلم لا النادي الاهلي رجاله مركزه ان شاء الله، والمجلس اداره كله موجود هناك او اللي زي ما احنا شفنا في وسائل الاعلام واللعيبه كلها مركزه ان شاء الله. اي حد يلبس فانيله النادي الاهلي اي 11 راجل ان شاء الله البطوله ان شاء الله هيجيبوها باذن الله. طيب لو على الكلام بقى على الشغل الفني اكتر داخل الفرقه، تلعب بنفس التشكيل اللي ختمت بيه مباراه الذهاب، ولا ممكن حسب مجريات المباراه هناك والترتيبات والشكل الفني للمباراه هناك تغير في عنصر او اتنين مع الوضع في الاعتبار ان خلاص في تغيير اساسي اكيد مكان وليد ازارو؟ لا انا شايف الراجل كان مدرسه فرنسويه كمان راجل موجود كارتيرون، ما مش هيغير كتير في التشكيل، وما ينفعش يا محمد تغير في النهايات زي كده. يعني انا ماتش نهائي افريقيا خلاص ما ينفعش اغير فيه خالص، اغير العنصر مثلا مصاب زي ما احنا بنتكلم لو كان احمد فتحي محمد هاني موجود، اللي هي الاختلاف كله راجل وجهه نظره. احنا بنتكلم من هنا، احنا مش شايفين الحاله الموجود فيها مروان محسن عامل ايه، او صلاح نفس الكلام، او صلاح مثلا نفس الكلام، لسه مش عارفين. هو الراجل الاضرب اللعيبه اللي عنده، انا شايف التشكيل هيبقى هو نفس الكلام. لو جينا نتكلم هو الشناوي برضك نفس الكلام هيلعب، انا هو اللي هيبدا اللقاء. عندك كوليبالي، عندك محمد هاني، عندك سعد سمير، عندك اشرف ايمن اشرف
في نص الملعب برضك هيبقى عاشور، هيبقى السوليه، هيبقى وليد سليمان، هيبقى الناحيه الثانيه هيبقى حمودي حمودي ولا ميدو جابر؟ لا هيلعب حمودي زي ما هو، الراجل عنده ثقه كبيره جدا في حمودي، شايفين الفتره اللي فاتت بياخد لقاءات، وحمودي على فكره من الماتش اللي فات من اللعيبه المميزه جدا، عملت اداء كويس جدا. لو جينا نتكلم كتكتيك جوه الملعب او فنيات، حمودي عمل شغل الماتش اللي فات شغل هايل صراحه. الجول الاولاني بتاع ضربه الجزاء حمودي اللي عاملها، فحمودي من عامل السرو اللي هو الميس باص اللي هو الراجل اللي عمل ضربه الجزاء. فحمودي الفتره دي ماشي بمستوى كويس. الاختلاف بس لا اما يلعب صلاح محسن لا اما يلعب مروان. طب انا شايف ممكن يفاجئك، شايف ايه؟ طيب لا انا شايف ان هو كان سؤالي كان هيبقى مختلف خالص. انا شايف كوجهه نظره هو كدماغه هو بيفكر ازاي هيلعب مروان محسن. ليه بقى؟ مروان بقى له موجود في منتخب مصر، عنده الخبرات الكبيره الفتره اللي فاتت كان بيلعب فيها. صلاح لعيب مميز جدا وعنده سرعات وعنده قوه، بس ممكن اللقاءات دي ما لعبش فيها قبل كده، يعني الاجواء اللي كانت موجوده والضغط الجماهيري والاستاد مقفول كده ما لعبش فيه قبل كده. طيب ممكن ما يفاجئش الكل الترجي وحتى احنا والاعلام والجماهير ما يبداش لا بصلاح ولا بمروان ويملى منطقه نص الملعب ويشتغل على السرعات اللي هتيجي من وسط الملعب. عندك سرعات مثلا وليد سليمان، سرعات مثلا اسلام محارب، ممكن تشتغل على الجزئيه دي مثلا باس بيني مثلا ما بين عمرو السوليه، تملى منطقه وسط الملعب وتلعب على السرعات على الاطراف بحيث ان الترجي كمان هيكون ضاغط وفاتح مساحات كبيره ورا، ويبقى عندك دكه بدلاء قويه تقدر تغير فيها وقت ما انت عايز. لا هو الراجل مش الفكره دي ممكن تكون متاحه برضو ولا لا صعب جدا؟ صعب جدا لسبب، هو الراجل عارف كارتلون عارف اللي احنا انت مش هتلعب ترجي بس، انت هتلعب وسائل مساعده كتير عشان تبقى انت، عشان احنا بنتكلم بالصراحه هتلاقي وسائل مساعده كتيره جدا هناك موجوده وفي اوبشنات كتير جدا هتبقى موجوده. فانا بتكلم كاحنا في الملعب، الراجل مش هيخاطر، الراجل هيبقى موجود نفس فرقته نفس التشكيل هيلعب. لازم يكون صلاح لما مروان لازم حد يلعب، ليه؟ لازم يعمل لك محطه. صلاح عنده السرعه بيقدر يعمل سبرنتات، ممكن عنده خط الظهر الترجي ضعيف شويه، الارتداد بتاعه ضعيف مش قوي، هو عنده سرعات وعنده عنصر الشباب فممكن يتفوق عليهم. بس لما يبدا اللقاء، اللقاءات دي قبل كده ما لعبهاش، نهائيات افريقيا والبطولات الحاجات دي كلها ما لعبهاش، والضغط الجماهيري ما لعبوش. مروان اتحط في الحاجات دي ولعب ولعبه كان موجود ولعب بطولات ولعب مع المنتخب ولعب في كاس العالم، فالحاجات دي كلها لا مرت عليه. فممكن يلعب بمروان قوي وعنده السرعه وعنده التحمل، ممكن يقف على الكوره عشان يوفر لك الضغط الموجود. ما راس حربه لازم يا محمد بيوقف على الكوره ياخد لك، لو الناس كلها مضغوطه لازم يقف ياخد فاول قبل ما الناس تاخد نفسها، فده راس حربه. واي اشتراك من اليمين والشمال بالذات، انت كمان عندك عنصرين اقوياء جدا في نص الملعب، انت عندك حسام عاشور وعمرو السوليه، هم التمركز في نص الملعب بالذات الفتره اللي فاتت احنا شفنا كمان السوليه بيزيد شويه، خد عنصر الهجوم شويه فمعليه، فما شاء الله دلوقتي بقى السوليه من عنده الخبرات بقى قويه جدا دلوقتي بيقدر يجيب اهداف. فاحنا بنتكلم عندك نص ملعب انت مأمنه كويس بحسام عاشور وعمرو السوليه، عندك السرعات حمودي عنده السرعه وعنده القوه بيقدر يترد كويس، عندك الناحيه الثانيه وليد سليمان احسن لعيب، احسن لعيب موجود في الدوري المصري وفي مصر كلها دلوقتي، وعنده من الخبرات اللي هو بيقدر يقف امتى بيقدر يتحرك امتى، فانت عندك نص ملعب ما عندكش مشكله. انا شايف ان النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص في الرصاصات حربه الموجوده، بس هي طريقه اللعب اللي الراجل هيقدر اول ربع ساعه هيقدر يهدي الشغل، يعني هيقدر اللعب شويه مش هيقدر يبقى عنده اندفاع، بالذات انت كمان النتيجه اللي عندك هنا مميزه بتعمل نتيجه ايجابيه في مصر، فمش هيقدر يفتح الملعب بشكل كبير. هو العكس، الخصم هو اللي هيقدر يفتح المساحات، فعندك حمودي سريع ممكن يروح بالكره، وليد سليمان ممكن يروح يعمل خطوره عليهم، فعندك انت العناصر دي كلها. هو عنده معادله صعبه، عايز يجيب هدفين وما يدخلش مرمى اي هدف، معادله صعبه في مباراه نهائي قدام فريق كبير زي النادي الاهلي. ما بقول لك ما هو مستحيل، هو عنده، ما انا بقول لك في وسائل مساعده هتبقى كتير، انت مش بتتكلم احنا ما نعرفش مثلا احنا بنثق في التحكيم وكل حاجه، بس الفتره اللي فاتت والضغط والبريس المعمول ممكن تلاقي اي حد جاي مهزوز، يعني بالذات حكام الافارقه كلها انا اتعاملت معاهم كمنتخب والنادي الاهلي والحاجات دي كلها. احنا كان في حكم مثلا كنا بنلعب بره في افريقيا، الحكم مستني حد يقع عشان يحصل ضربه جزاء، يعني من على بعد، يعني حتى لو رمى نفسه كده عايز يحصل ضربه جزاء. فاحنا عايزين نوصل الموضوع اللي احنا بنقابل من بره، بنقفل المساحات شويه زي ما النادي شغال بالظبط، ونستغل عنصر السرعات. سهل المباراه دي عليها سبوت كبير جدا، اعتقد مش اي حكم هيغير باسمه وتاريخه في التوقيت ده، ونهائي افريقيا بعد احداث المباراه الاولى وما قيل حولها، اعتقد هيبقى التحكيم في الدور ده في الماتش ده تحديدا هيبقى ظاهر بشكل جيد جدا، لان خلاص انت وصلت لمرحله انت بتتكلم عن سمعه التحكيم في القاره الافريقيه، فبالتالي انا اثق جدا الحكم في هذه المباراه هيعطي كل واحد حقه في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه كره قدم. انا براني ان شاء الله هتكون مباراه كره قدم كابتن مسلم. طبعا اكيد طبعا، بس انا مش بنتكلم، انا بنتكلم على التحكيم ممكن يبقى موجود الفتره اللي فاتت، الاحداث اللي اتصدرت والمونتاج والحاجات اللي راحت تاثير على الحاجات التحكيم. فدي كلها انت لما بتيجي حد بتشوف فرقه اتظلمت ودي نهائي افريقيا، فمثلا يكون فيها او في كره اوفسايد فيها شك ممكن بتمشيها كعنصر بشري بتمشيها، انت فاهم ازاي؟ بالذات بقى احنا ما بنعرفش، يعني احنا بنثق فيهم وكل حاجه، بس احنا
بنتكلم عن لينا احنا، يعني بنتكلم احنا اللي يهمنا اللي هو النادي الاهلي ما يقفش على اوفسايد كتير، اللعيبه يخلي باله عشان ممكن حاجات زي كده بتمشي، ممكن الفاولات بتحسب عكسيه، ممكن اول ربع ساعه لو حكم ممكن يلجمك شويه بلغه الكوره اللي هو اي حاجه روح مديك انذار وبعد كده روح داخل مدخلك تاني مديك طرد. فالحاجات دي كلها اللعيبه عندها خبرات وعندها جهاز فني متميز وعنده الخبرات زي ما احنا قلنا، كارترون راجل خد بطوله مع مازيمبي وكابتن محمد يوسف نفس الكلام، فهنقل الخبرات دي كلها اللي احنا حاول نقلل اخطائنا عشان اي خطا هي بالفعل هي عامل نفسيه المنافس بيلعب على اي عنصر من عناصر اللعب عشان يكسب قدر الامكان الفرصه وهو على ملعبه. طيب انا عايز اسالك على نقطه، انت احترفت في فتره في ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، المدرسه الفرنسيه كارتيرون مثلا في مباراه نهائي، هل المدرسه الفرنسيه بتميل اكتر للدفاع واللعب على المرتدات، ولا المدرسه الفرنسيه بتميل اكتر للاستحواذ والكرات الطوليه؟ شايف وجهه النظر ازاي في الموضوع ده تحديدا؟ هو انا عاصرت كذا مدرب، يعني جامبيا بابان اللي هو بابان اللاعب المشهور بتاع فرنسا راس حربه، كان بيلعبنا اللعب المفتوح اللي هو اللعب السهل اللي هي الثلاث، بنطلع مجاميع بنطلع بنقدر نعمل السرو باص، بيعتمد على الخط النص بيكون قوي جدا مع الارتداد اللي هم راسين حربه يكون عندنا اقوياء شويه، ما بيهتمش بالاستحواذ قوي. بس انت بتتكلم الخامات اللي عنده موجوده ايه كارترون خلي بالك كريم، لما انت بتلعب في اوروبا يا محمد، قصدي لما تلعب في اوروبا غير لما تلعب في افريقيا، اوروبا الخصم بيلعبك جيب مفتوح فانت بتقدر تعمل اللي انت عايزه، يعني بتقدر تعمل نفس الشغل بتاعك. امال هنا كارترون لعب في افريقيا وعارف افريقيا عامله ازاي وعارف اللعيب الافريقي بيتعامل ازاي، بيقدر العنصر الاكل بتاعه ازاي والشرب بتاعه ازاي والفنيات بتاعته ازاي والاحداث بتاعت افريقيا السفر بتاعته مسافات قد ايه، فالراجل عارف القماشه اللي عنده فهيقدر يشتغل عليها، يعني عارف اللعيب والاجواء. لو جاي حد من اوروبا هيتعب اول سنه، يعني جينا مثلا نتكلم كاول سنه مانويل جوزيه مثلا لما جانا من البرتغال اول سنه مع اننا خدنا بطوله افريقيا بس خد، يعني كان بيدرس الطبيعه بشكل طبيعه بشكل جد. ما احنا مثلا بناخد محمد 20 ساعه سفر، يعني 20 ساعه سفر غير الاحداث دلوقتي اتغيرت، يعني مثلا دلوقتي بقى في طيران خاص في سبونسر بيجيب لك ووفر لك الحاجات دي كلها، كنا بناخد مثلا من زيمبيا 20 ساعه سفر نفضل ننزل كينيا ونغير والحاجات دي كلها، طب ما اللعيبه دي كلها بتتكسر انت فاهم ازاي، الحمل والعضلات والحاجات دي كلها بتتغير اكيد. فانا شايف الراجل، لا الراجل المدرسه الفرنسويه عنده اتزان بين الدفاع والهجوم، الماتش دوت مش ما عندوش مجازفه 1% مش هيجازف، هيلعب بنفس الشكل بتاعه مع الارتداد، انت عندك العناصر عندك الادوات عندك وليد سليمان بنستغل روحه العاليه واحسن لعيب في الدوري المصري وفي مصر كلها دلوقتي، نقدر نستغل وليد ما شاء الله بيقدر يعمل الحاجات دي كلها فرقات، وكان ليه تجربه قبل كده في 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 الترجي برضك لما جاب الهدف في 2012، نستغل حاله وليد نستغل حمودي بسرعاته وجاي من تحت، فعندنا الادوات دي فان شاء الله ما فيش مشكله من الحاجات دي. مين ابرز لاعب في الترجي اللي ممكن تعمل له حساب مع الوضع في الاعتبار؟ خلاص يعني في اثنين لعيبه مميزه واساسيين خلال الفتره الاخيره، شمس الدين الزوادي في مركز قلب الدفاع وفرانكوم لاعب خط الوسط، بخلاف الاثنين مين اللاعب اللي انت ممكن تعمل له الف حساب او تركز عليه وانت تنزل تلعب الماتش؟ لا انا شفت الفرقه مش مثلا زي ما احنا كنا زمان كنا بنلعب في الترجي، كان عندك رياض الجعيدي كان بيلعب وعندك بعزيزي وكان عندك رايتون وعندك لايتون وعندك طارق ثابت اللي هو الباك رايت كان بيلعب عليا وانا كنت صغير، يعني الراجل كان بيلعب كان ما شاء الله حاجه. فالترجي انت احنا حافظين اساميهم من دلوقتي، انا شايف ما عشان كده بقول لك ما نقلقش، الفرقه مش اللي هي مش زي الترجي اللي قبل كده، يعني الترجي اللي قبل كده كان عنده فرقه انت حافظها 11 لعيب انت حافظهم، دلوقتي انا شايف لعيب ما فيش حد مميز فيه الا لو قلت لك الراجل المحترف اللي هو فرانك كوم، هو ده الراجل اللي بيقدر يعمل الشغل كله، اللي هو الراجل لو كان موجود كان هيتعبنا، الراجل ده قوي جدا بيقدر يقف في نص ملعب بشكل متميز وبيكمل في الهجوم بشكل جيد جدا، وده عمل النقطه دي في ماتش اول اغسطس. ما انا بقول لك راجل مميز جدا، راجل عنده الامكانيات، راجل لغه الكوره عنده الخبرات، بيقدر يقف في وقت امتى، بيقدر يعمل تاكلينج امتى، بيقدر يتحرك، فهو ده اللعيب اللي كان نقدر ده اللي كان نافت نظري، حتى مصر كلها شافت فرانكوم قالت لك ده حاجه ما يعني حاجه كبيره جدا، حاجه من اللعيبه المميزه جدا. انا شايف فرقه الترجي ما نخافش منها في حاجه، انا شايف لعيبه فرقه عاديه جدا، عندهم توتر زي ما قلنا، عندهم التوتر هيبقى عندهم التوتر هيزيد كمان في اللقاء اللي هناك بالذات، جماهيرهم هتبقى موجوده والوسائل الاعلام الفتره اللي فاتت نفس الكلام، عايز يكسب وعايز اول لقاء هيبغتك عايز يجيب حاجه، فهيكون عنده مشاكل في الخطوط الدفاعيه، عنده يبقى عنده مشاكل كبيره جدا، فشايف الفرقه عاديه، فرقه عاديه ما نخافش منها خالص. يعني ممكن يغير خطه اللعب وطريقه اللعب، يعني غياب شمس الدين الزوادي هيرجع ليعقوب يحط خط الدفاع بجوار خليل شمام، لكن غياب فرانكوم تحديدا ممكن ياخد لعيب من خط الوسط الامامي مثلا زي سعد بكير او اي لاعب من قدام يحطه ديفندر جنب كوليبالي، خاصه ان كوليبالي في الشوط الثاني المجهود البدني بتاعه بيقل، يلعب باثنين فراوده طه ياسين الخنيسي، هيثم الجوني غالبا اللي غاب مباراه الذهاب غالبا هيكون موجود في مباراه العوده، ممكن تتوقع يغير طريقه اللعب ولا يلعب بنفس الشكل 4-2-3-1 مع
وجود لعيبه من الدكة البدلاء مكان اللعيب اللي هيغيب. لا هو كان بيلعب 4-2-3-1 ديت في هنا في مصر عشان كان عايز ياخد احسن نتيجه قدام النادي الاهلي، فهو فشل فيها. هو هناك ما عندوش حل محمد، اللي يبدا باتنين فراوده، هيلعب باتنين فراوده وهيزود في نص ملعب كمان. هو خلاص راجل 70% خسران الجوله الاولانيه، هو خسران ما عندوش حل، لازم يؤدي، هينزل بهجوم عنيف جدا قوي جدا عشان عايز يحسن النتيجه، حتى لو حصل حاجه واتغلب يعني او طلع فشل في الحاجات دي يبقى انا هاجمت. ما ينفعش انت في ملعبك هناك هتدافع، خلاص هو الموضوع خلاص، هي الجوله الاولانيه خلاص خلصت بنسبه 80%، فهو اكيد هيبقى عنده عنصر ممكن يلعب كمان 4-4-2-1-3، ممكن يلعب كده، يلعب بثلاث راس حربه اللي هم الثلاثه، واحد من اليمين واحد من النص واحد من الشمال وتحتيهم واحد تاني سبورت من تحت، يعني هيثم الجويني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري، يوسف البلايلي، بس كده يلعب بخط الهجوم دوت ويلعب بيه. وعنده اللي نسينا نقول صحيح الخنيسي ده لعيب مميز، انا نسيت خبرات خبرات عنده، بس هو مستواه في البطوله دي السنه دي تحديدا سيء، والماتش اللي راجع من اصابه والماتش اللي كان بيلعب قدام النادي الاهلي برضك مش قد كده، مش زي الخنيسي اللي احنا كنا شايفينه الفتره اللي فاتت. فانا شايف الراجل هيلعب بثلاثه راس حربه، لازم هيلعب ثلاثه وتحتيهم حد واحد تاني، ويبقى عنده بقى الاربعه اللي ورا يقدر، عشان عارف ان النادي الاهلي هيلعبه ممكن في توازن، فالنادي الاهلي مش هيهاجمك، فهو ممكن مثلا يلعب الاربعه اللي ورا ويحط واحد تاني قدامهم ويدي الحريه التامه للثلاثه اللي قدام. طيب يوسف البلايلي تحديدا يمكن ده من ابرز لاعبي فريق الترجي التونسي، لعيب مهاري كويس جدا، هو لعيب جزائري، ويمكن من حسن حظهم في الترجي او في فريق التونسي تم اختيار يوسف البلايلي في التوقيت الحالي من خلال جمال بولماضي اللي هو المدير الفني لفريق المنتخب الجزائري، انضم للمنتخب الجزائري في التوقيت الاجنده الدوليه القادمه. مدى تاثير ده وانعكاس ده على يوسف البلايلي في مباراه امام النادي الاهلي؟ خصوصا ان هو بعيد تماما عن المشاركه مع المنتخب الجزائري، ودايما الكره الجزائريه بتعتمد على المحترفين في الدوريات الاوروبيه. اكيد انا عايز اقول لك على حاجه احنا نسيناها برضك، يوسف بيلي كان لعب هنا في بيلعب ناحيه اليمين، كان لعيب مميز، شعره طويل شويه، لعيب مميز، مهاري شويه وسريع، الراجل ده لعيب كويس. انا بنتكلم انت جيت تتكلم في نقطه الجزائر، الجزائر محمد عندها مثلا فوق ما يغلى عن 50 ولد او 60 لاعب محترفين في اوروبا، فانت لما تخش الليسته بتاعت المنتخب دي صعبه جدا، ليها حسابات تانية كبيره جدا، فاللي هو راجل استدعى على كده دي راجل القصه يعني خد ثقه جمال بالماضي المدير الفني، فدي طبعا دي ناحيه معنويه تبقى قويه جدا للاعب اللي هو انا خلاص دخلت منتخب، تفرق معاه داخل نهائي افريقيا؟ طبعا اكيد 90%، يعني انا راجل خلاص دخلت منتخب فلازم اثبت، يبقى انا دلوقتي تحت المنظار خلاص، انا اتشفت خلاص، فلازم اموت نفسي عشان اقدر. وتاني حاجه ده لعيب محترف، فهو النهارده اللعيبه اللي كمان الجزائريين او المغاربه لما تيجي تحترف هو ما يبصش في دوله عربيه، هو عايز دلوقتي يخش اوروبا، عايز ياخد محطه مثلا، هو سنه صغير مثلا خد الترجي، فالترجي يقدر يطلع بره يطلعه مثلا على فرنسا، على اسبانيا، على المانيا، فالحاجات دي كلها وهو لعيب صغير في السن، فاكيد دي واخدها محطه. طيب عنصر الالتحامات في المباراه، الالتحامات الهوائيه والاستخلاص الكوره، يعني انت بتتكلم على الهجمه المرتده، الزون الدفاعي، الدفاع، في امور كتيره ممكن فنيات داخل الملعب، لكن عنصر الالتحامات الهوائيه دي من العناصر للاسف اللي افتقدناها في مباراه الذهاب، ما كناش ظاهرين فيها بشكل جيد. يمكن وليد ازار مختلف شويه، عنده عنصر القوه فبيقدر يستخلص الكره او يحافظ على الكره بشكل جيد. العنصر ده في مباراه العوده مهم جدا، يقدر يشتغل عليه الجهاز الفني مع اللعيبه في الوقت القصير ده ما بين الذهاب والعوده اقل من اسبوع. محمد احنا عايزين نقول حاجه، شمال افريقيا عامه كلها هم عندهم السمات بتاعتهم كده، اللي هي الكره الثابته او الكره الثانيه اللي بنتكلم فيها، الكره الثانيه اللي هي مثلا بحد بيطلع يلعب من الهيدرز واول كره لما تنزل الارض هم بياخدوها، ده عندهم سمات كده. حتى في الفاولات لما يكون في ضربه ثابته او كورنر او فاول هتلاقي هم عندهم في السبرنت والقطع على الكوره هم عندهم دي السمات بتاعتهم، اي حد جزائر وتونس والمغرب، فعشان كده التمركز بتاعنا لازم يكون صح. فانا بنتكلم هم عندهم الحته دي بتبقى قويه جدا، احنا مش هنلحق نصلح، بس احنا لازم نتكلم على التمركز اللي هو موجود فيه. يعني الكره الثانيه عندنا ازارو، زي ما انت بتقول ازارو مميز فيها عشان ازارو واخد على كده، واخد على كده في مع المغرب والانديه المغرب. ما انا بقول لك كل شمال افريقيا تونس والجزائر المغرب دول عندهم كده، يكون ماسك واحد بيروح قاطع على الكره سبرنت ما يقدرش يجيبه ثاني. فهي الكور دي احنا بنخاف منها، يعني ان شاء الله احنا بنحذر بس منها، عشان هم في الكور اللي هي فيها التحامات او فاولات هو ممكن يخطف في دي، ممكن يزق ويضرب ويخطف في دي ويعدي. فاحنا بنتكلم ان شاء الله احنا عندنا نص ملعب اقوياء جدا، عندنا حسام عاشور والسوليه يعني الفتره اللي فاتت ولا احسن من كده، يعني عندهم بيعيشوا فترات من مميزه موجوده. فاحنا ان شاء الله بس بنتكلم على الكور الثابته، هي الكور الثابته يكون فيها مشاكل بس. طيب ايه اهم نصيحه ممكن تقولها للاعيبه في اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه من بدايه المباراه؟ اول ربع ساعه لازم ينسوا اي حد كان في مكانه، ما فيش حد في الملعب، لازم خلاص يصفر يعني يخلي دماغه خالص الا في الكوره بس، هينزل اول ما ينزل يسخن هيلاقي حاجات تانية،
هيلاقي حاجات مختلفة، هيلاقي مثلا حد بيشوشر، هيلاقي حاجات كتير جدا. فهم عايز يطلعك بره التركيز بتاعك. اهم حاجة اول ربع ساعة تركز في اللقاء، مالكش دعوة باي حد خالص، اي حد ينرفزك من الفرقة التانية ما تشغلش بالك، عشان هو عايز يوصلك لكده تاخد طرد او تلعب ناقص او ايه، هو عايز يوصلك المرحلة دي. نركز بس اول ربع ساعه، عندنا هدوء. النادي كبير، لعيب كبير، فلازم انا بلعب بس النادي الاهلي، نادي القرن، نادي كبير، في كل حاجه محسوبه. لازم اعرف اتعامل ازاي، اقدر اقف ازاي، اقدر اتحرك ازاي، اقدر اتعامل مع اللعيب اللي جنبي ازاي، حتى لو نرفزني انا اقدر اطلع من الموقف دوت. فاكيد الخبرات الموجوده والناس اللي الجهاز الفني الموجود هينقلوا الصوره دي يعني. طيب بما اني معايا طبعا باك ليفت كان مميز جدا والحايز على البرونزيه في كاس العالم في الارجنتين عام 2001 مع كابتن شاوي غريب، ايمن اشرف تنصحه بايه كباك ليفت في هذه المباراه؟ طبعا اكيد الجهاز الفني هيبقى ليه تعليمات فنيه، الباك ما بيتقدمش عنده حد معين، بس ايه النصايح اللي ممكن تقولها لايمن اشرف في حدث زي ده؟ لا هو ايمن دلوقتي، ايمن لعيب مميز كان موجود، حتى او صبري او حسين السيد اللي كان كل ما النادي الاهلي، ايمن بس دلوقتي الفتره دي هو اللي بيأدي اداء مميز. هو ايمن بس ما يقدرش، مش اول ربع ساعه لازم ما يستربعش، لازم ما يطلعش على طول يعني. هو احنا دلوقتي الحمد لله النتيجه هنا مميزه، انا خلاص يعني انا مش عايز اطلع هعمل كروس باص، ممكن اعمله من بعد مع بعد، او لو طلعت في هجمه لازم حد يقف مكاني. عشان خلي بالك ايمن اشرف عندك حمودي ما بيرجعش معاه كتير يعني، حمودي ما بيردش معاه كتير، او حتى وليد ممكن عنده النقطه دي شويه بيرجع شويه، او لما يغيروا يعملوا كروس ده بيروح. بس الميزه في جبهه ايمن ان معاه اسلام محارب، ممكن ممكن بيعمل تبديل توفيق. ساعات خلي بالك حمودي مستر كارترون بيديله الحريه، ساعات بتلاقي حمودي الناحيه دي وساعات بتلاقي حمودي الناحيه الثانيه، فدي ما فيش مشكله. احنا بنتكلم بس الايمن اول وقت ايمن او محمد هاني كان باك رايت او الباك ليفت، لازم بيضم جوه نص يعني جوه الملعب. لو الكره مثلا من ناحيه يمين بيعمل تغطيه والكفرنج عشان ما حدش يقدر يعدي في الحته دي، عشان هي دي الحته اللي بيبقى فيها ثغرات. والناحيه الثانيه نفس الكلام، انا شايف لو بس يقف كويس، يكون مركز، والطلوع بيبقى بحساب. مثلا ممكن لو الدنيا ماشيه الماتش مش بعد اول ربع ساعه اقدر انطلق واعدي، ما عنديش مشكله. سفر جماهير النادي الاهلي الى تونس وخمس طائرات تم الاعلان عنها منذ فتره قليله، ده عامل تحفيز قوي للفريق في هذه المباراه، بخلاف ان كمان الجمهور النهارده كان موجود في تدريب النادي الاهلي في تونس، والجهاز الفني والبعثه وافقت ان الجمهور حتى يدي حاله معنويه ودفعه معنويه ان الجمهور في ظهرهم. طبيعي طبعا، جماهير النادي الاهلي دي اول حاجه يعني، اول حاجه في النادي الاهلي كجماهير النادي الاهلي هي الروح اللي موجوده في الجسد، فالنادي الاهلي جماهيره هي اللي موجوده اللي بتحرك الجسد اللي موجود جوه، فده مش غريب. النادي الاهلي حتى لما احنا كنا مثلا لعبنا في اليابان او حصل اول ولايه رحنا اليابان وخسرنا وطلعنا اخر حاجه، الناس كانت في المطار موجوده بتستقبلك، هو ده النادي الاهلي، هي دي جماهير النادي الاهلي. فانا شايف النهارده حاجه مميزه جدا ان هم يبقى ليهم تواجد، بيدوا دفعه للعيبه، بالذات اللعيبه اللي ما لعبتش افريقيا قبل كده، بتديهم ده روح معنويه عاليه جدا. وان شاء الله انا شايف حاجه مميزه اللي احنا عايزين تبقى كده على طول، اي نادي الاهلي بيلعب في اي بطولات لازم يكون في جماهير، بالذات عندنا الحمد لله الوسائل المتوفره وعندنا كل حاجه موجوده، فاحنا عايزين يكون في سبورت كبير جدا لاي حد النادي الاهلي او اي نادي تاني في مصر. طيب كابتن ابو سلام برضو وانا بختم معاك حواري، متفائل حاسس ان الاجواء العامه المحيطه بالبعثه، مش بتكلم على صحافه سوشيال ميديا لان احنا خلاص يعني اتكلمنا فيها خلاص مرحله وعارفين خلاص الحاله داخل الفريق، لكن حاله اللعيبه في التوقيت الحالي، بما انك شفت المقارنات الاخيره بالماتشات الاخيره، ماتش الوفاق الصيف، ماتش حرية كوناكري الغيني، الكامباك اللي عمله الاهلي في دوري المجموعات، وصل للفاينل، خلاص حاسس ان البطوله على اعتاب الجزيره؟ ان شاء الله انا مطمن كتير جدا الفتره دي، كمان بالذات اللي طمنك يا محمد الاداء الفتره اللي فاتت، اللعيبه مميزه جدا، شفنا حاله زي وليد سليمان بتديك انطباع كبير قوي جدا، الفرقه الحمد لله مميزه، اللعيبه كلها اللي كانت راجعه، عاشور راجع او كوليبالي، الراجل كوليبالي منزل حتى التصريح بتاعه ما تقلقوش. فانا بتكلم النادي الاهلي يعني ان شاء الله زي ما احنا قلنا والجمله دي موجوده، النادي الاهلي فوق جميع، اللعيبه كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه بتمثل النادي الاهلي ازاي. فانا شايف اللقاء دوت ان شاء الله بطمن الناس كلها ما تقلقوش، الرجاله هترجع ان شاء الله بالكاس ان شاء الله، وربنا هيكرم ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله متفائل والله، وان شاء الله هنقدر نبارك للناس كلها تبقى موجوده. ليك توقع للنتيجه؟ انا شايف التعادل ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. التعادل ان شاء الله، اهم حاجه نطلع بطوله، فالتعادل لو لما النادي الاهلي يكسب 1-0 فدي الحاجه المحتمله، غير كده ان شاء الله مش هيبقى فيه ان شاء الله. وانا متوقع في اهداف هناك للاهلي ان شاء الله. ما ان شاء الله بقول لك، لو اما تعادل نطلع بالنتيجه سلبيه، لما ان شاء الله الاهلي يجيب 1-0 ممكن وليد او صلاح محسن مع السرعه بتاعته ممكن يعمل حاجه زي كده. كابتن احمد ابو مسلم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، استفيد بشكل جيد في موضوع التشكيل الاهلي والغيابات في فريق الترجي، نتمنى يا رب على ارض الواقع نشوف مباراه كره قدم فقط، يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يؤدي مباراه جيده، يسعد جمهوره اللي هيكون معاه في تونس وجمهوره اللي في مصر وجمهوره اللي في الوطن العربي، والقاره الافريقيه تشوف عملاق زي النادي الاهلي دايما كده متربع على عرش القاره الافريقيه.
ان شاء الله كريم، ان شاء الله محمد، وان شاء الله بنوعد الجماهير ان شاء الله والناس الموجوده يفرحوا مصر كلها يوم الجمعه ان شاء الله. وانا سعيد ان اكون معاك النهارده واتكلمنا شرح مبسط كده، فان شاء الله ما حدش يقلق ان شاء الله. شكرا يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. حوار كان فني اكتر كمان مع الكابتن احمد ابو مسلم، وهو احد لاعبي فريق النادي الاهلي اللي لعب مع الاهلي العديد من البطولات الافريقيه، لكن سبق ليه الفوز بثلاثه القاب، 2 دوري ابطال افريقيا، 1 سوبر افريقي، فبالتاكيد عنده خبرات كثيره في الحديث عن مباراه الاهلي والترجي التونسي. لكن بالتاكيد بطوله والنجمه السبعه عام 2012 في رادس كان حدث مهم جدا لفريق النادي الاهلي. نطلع على هذا التقرير، وبعد التقرير والفاصل الكابتن خالد العوضي ومسك الختام النهارده مع برنامج الاهلي الليله. بعد اللقب السادس 2008 غابت البطولة عن الأهلي ثلاثة أعوام، لكن عام 2012 شهد عودة أهلاوية لمنصة التتويج القاري. بدأ الأهلي مشواره مع البني الأثيوبي بالتعادل السلبي في أديس أبابا قبل الفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة. وأدي هنا المحاولة جونيور بالعرض، والثالث يا أبو تريكة، الثالث يا أبو تريكة، ثلاثة الأهلي. وفي دور 16 خسر الأهلي أمام الملعب المالي في باماكو بهدف نظيف، وفي العودة بالقاهرة تقدم الملعب المالي بهدف، لكن لاعب الأهلي استطاع الفوز بثلاثية وصعد الفريق لدور المجموعات. مين هيلعب؟ مين هيلعب؟ أبو تريكة لعب، أبو تريكة لعب، أصعد النادي الأهلي إلى دوري المجموعات. بدأ الأهلي مبارياته في دوري المجموعات بثلاث مباريات متتالية في القاهرة، بدأ بالفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف وحيد. لمسة حلوة سيد معوض، هل يأتي الهدف؟ وادي استلام وجده، ثم الفوز على الزمالك بهدف للا شيء، وجاء الفوز الثالث على حساب بريكيوم تشيلسي الغاني بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدها تعادل مع نفس الفريق في غانا بهدف لكل فريق، ثم كانت الخسارة الأولى من مازيمبي في لومومباتشي بهدفين نظيفين. اختتم مبارياته في القاهرة بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق. القيدوم والخبير والكبير والقدير والمثير محمد بركات في البداية، محمد بركات في النهاية. في النصف النهائي كان اللقاء مع سانشاين الناجري بملعبه، انتهى اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق. وفي القاهرة صعد الأهلي للمباراة النهائية بالفوز بهدف نظيف ليلتقي مع الترجي التونسي. كان لقاء الذهاب في برج العرب عصيبا، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. تذكر الجميع نهائي عام 2006 أمام صفاقسي، وكان التساؤل هل يستطيع الأهلي أن يفعلها مرة أخرى؟ ذهب الأهلي لتونس، وعلى استاد رادس لعب الأهلي مباراة كبيرة وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد، كرر إنجاز رادس 2006 وحقق اللقب السابع. خلال مشوار البطولة فاز الأهلي في 7 مباريات، تعادل في 5 مباريات، خسر مباراتين، أحرز لاعبوه 22 هدف، سكن الشباك 13 هدف، كان محمد أبو تريكة الهداف برصيد 6 أهداف، يليه محمد ناجي جدو ب5 أهداف.